سيبنا بقى من موضوع سولشاير وكارك. انا عاوز بقى اتكلم في موضوع مهم بما اننا في الجولتين الزفت دول الجوله دي 13 و14 لان حصل لنا موقف وانا بفرج امبارح على مباراه ليدز وبرايتون. فطبعا انا جنبي بنتي فبتقول لي ايه الالوان اللي لابسينها دي؟ فلازم انت طبيعي بما ان كره القدم بتخش كل بيت لازم تشرح تشرح وتبقى صادق. طبعا اللي بيحصل بهذه الظاهره شذوذ الجنسي لازم يبقى فيه تربيه وفي تعليم للشباب الطالع. احنا بنتكلم على اقوى دوري في العالم من الناحيه الفنيه، انما في ظواهر لا تناسب العقيده بتاعتنا. صحيح. ولا تناسب ديننا. طبعا ده اكبر عقوبه حصلت في التاريخ وذكرها القران قوم لوط، فخسفنا به وبداره الارض فجعلنا عاليها سافلة. فيقول لك اللي قبل كده الظاهره دي ما كانتش تقول لك سيبها ما نكلمش عنها وبتاع، لا بقت فج، ظاهره بقت فجه وموجود. فلازم ويحسب كثير من اللاعبين المسلمين في البريمير ليج عدم المشاركه مع ما يحدث. صح. في هاتين الجولتين ده دور اللعيبه المسلمين والعرب ودور العلماء والشيوخ، لان هذه الظاهره تغلغلت في مجتمعنا. وبعدين دي مش ظاهره عكس فطره الاسلام، عكس فطره الاسلام وعكس فطره الانسان. ربنا سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني ادم، فانت بالظاهره دي مش بتكرم، ده انت بتهين بني ادم. فخلي بالك الناس، مباريات رياضيه خلي بالك انت بتخش مباراه الرياضيه والرسائل الرياضيه بتخش كل بيت. فدور الاب والام والاخ ومحمد والدكتور طارق تصدى لهذه الظاهره التي لا تناسب الاسلام وضد الفطره وديننا وكل الاديان بتنتهكها وبتحاربها. فخلي بالك ده دورنا. واتمنى وده اقتراح على الهواء، ما فيش ترتيب ما بيني وما بين اداره القناه، في السنين القادمه الجولتين دول لايف من غير استوديوهات، وتطلع على صفاره الحكم. سيبك بقى انت مش ضامن اللي بيحصل في المباريات وبيحصل في اللعيبه وبتاع، فده اقتراح ممكن يقبل يناقش يرفض، انما دورنا ان احنا نتصدى لهذه الظاهره لانها ظاهره خطيره وبقت فجه والعالم ما بقتش تختشي. لا يقول لك حقوق الانسان، لا مش حقوق انسان، ده انت عكس الانسانيه. ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك والاديان بتكرمك وانت تهين نفسك ويقول لك حريه وحقوق انسان، لا لازم نتصدى. ودورنا احنا كاعلاميين كمحللين ودور الشيوخ والعلماء، مش دورنا احنا بس، دور الناس اللي موجوده اللعيبه الموجوده. انت دورك كبير ومش رساله كوره فقط، لا انت بتدافع عن حاجه قيمه وحاجه بتزود وبتبروز الانسان. زي بقول لك كل ما الناس تسكت يقول لك زيد فيها، لا مش زيد فيها، لا طبعا احنا موجودين. كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا منكر لابد من ان احنا ننهيه، وفي نفس الوقت بنحافظ على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا في ظل دوري قوي. احنا بنشيد بالظواهر الحلوه لا للعنصريه والحاجات الخيريه، الملاعب الجميله واللعب الحلو، انما الظواهر التي لا تناسب ديننا وعاداتنا وتقاليدنا لازم نقف لها وتصدد لها. لان احنا هنا موجود في كاس العالم 2022 يقول لك ما انتوا هتبيحوا الخمر وهتبيحوا الناس لا يا حبيبي، انت جاي في دوله اسلاميه زي ما احنا بنحترم عاداتها وتقاليدها. طبعا زي ما احنا بنحترم ما بنروح نحترم قوانينك وعاداتك وتقاليدك، انت جاي هنا في دوله عربيه اسلاميه لازم تحترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها، وده قيمه كبيره. مش رياضه بس، لعب كره 11 ضد 11 وحاجات فنيه، لا في رسائل اخرى، والرسائل الاخرى رسائل مهمه. زي ما احنا بنحلل الكره لازم الرسائل الاخلاقيه الموجوده والعادات اللي غير عاداتنا وتقاليدنا وما تناسب لا تناسب ديننا لازم نتصدى ليها. معلش ازعجت الساده المشاهدين، انما ده كان حاجه جوايا وحاجه بنتي ظهرت او ناقشتها قدامي في مباراه برايتون ليدز فحبيت ان انا اتكلم فيها وبس. اشكرك كابتن على هذه الرساله اللي تمثلنا اكيد جميعا.